مرحبا، أنا معكم الدكتور هلال أبو غوش. اليوم حاب أحكي لكم عن مركزنا، مركز ميسان الإخصاب الوراثي، اللي هو بيحتوي على كل التقنيات الحديثة، من تقنيات اختيار سلامة الجنين، تقنيات اختيار الجنين السليم وراثيا، بحيث نقدر نحدد في تقنيات البي جي دي والبي جي اس كل الأجنة السليمة ونرجحها لرحم المرأة. وهاي احنا متميزين فيها وقدرنا نحقق نجاحات، وعنا اعداد من المرضى اللي قدرنا نستثني الامراض الوراثية الموجودة لديهم. وهلأ صار في عنا تقدم في هذا الموضوع، وصار من احسن المراكز اللي بتنافس في العالم في هذا المجال. ندعوكم دائما انه احنا معاكم، ودائما نحقق الامل للعائلات المحرومة، وان شاء الله في مركزنا دائما نكون مستعدين لمساعدتكم.